الحادي عشر من فبراير لم يكن مجرد يوم عادي بالنسبة للشباب اليمني، بل كان يوما فارقا في مسيرة التاريخ، يوما أعلنوا فيه عزمهم إسقاط نظام كان أبرز إنجازاته أن يثم على صدور اليمنيين لأكثر من 3 عقود أذاقهم فيها مختلف صنوف العذاب والحرمان، وختمها بالتحالف مع ميليشيا لم تكن لتجيد إلا لعبة الموت. قبل 5 سنوات من اليوم كان الأمل بالنسبة لليمنيين مفقودا، والإحباط واليأس والتغيير من المستحيلات ويحتاج لمعجزة، فالظلم والاستبداد والفقر كان قد تجاوز حدود العقل. لكن الأمل انبثق من جديد مع بزوق فجر الربيع العربي ليشعل الحماس في صدور اليمنيين الذين ملأوا الشوارع ضجيجا مرددين: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للقدر أن يستجيب. وكحال كل أبناء الوطن خرج أبناء حضرموت يهتفون بالحرية وبرحيل النظام، بعد أن وصلوا إلى قناعة كاملة أن لا مستقبل ينشدونه في ظله، فدشنوا ساحتهم التي اعتصموا فيها على مدار عدة أشهر، والتي أطلقوا منها العديد من الفعاليات والمسيرات الثورية التي وبقدر ما كانت تهز أركان النظام بقدر ما كانت تشد من عزم وتماسك الثوار في ساحات أخرى كصنعاء وتعز، والذين كانوا يتعرضون للقمع والقتل الوحشي في كل فعالية سلمية يخرجون فيها، ولعل أبرزها مجزرة جمعة الكرامة التي راح ضحيتها العشرات من خيرة شباب الثورة. صحيح أن حضرموت وشبابها الثائر لم يتعرضوا لذات القتل والقمع الوحشي الذي تعرض له زملائهم بتلك الساحة، لكن هذا لا يعني أنهم كانوا في منأى عن بعض الاعتداءات والمصادمات التي كانت تحدث بين الحين والآخر، إما بسبب اختلاف المشاريع مع بعض المكونات الأخرى على الساحة، أو نتيجة للتعبئة المدفوعة ضد الثورة وثوارها من قبل أطراف كانت على صلة بنظام صالح. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.